بيب العائلة. طبيب العائلة اليوم اخترنا باش نحكيو على جانب آخر من الكورونا، اخترنا باش نحكيو على فولي آخر في هالمرض هذايا، على الجوانب وإلى الحاجات النفسية اللي تنجم تصير بعد الـ المرض هذايا، ولا في وسط المرض في وسط الكريس. دونك يحضر بحضنا معنا بالتليفون دكتور سهيل بنور. صباح الخير ومرحبا بك طبيب نفساني. وي صباح الخير، مرحبا بكم عايشك. بونجور، شنو حوالك دكتور؟ ان شاء الله يعمل ديما دي رياكسيون اللي مهمش مقابلين الحل الفعلي للوضعيه اللي موجودين فيها اليوم. بقينا هذول اللي معمروا الوقت، العباد عمل العدد نتاعها اللي تتقبل الوضعيه، عمل العدد نتاعها يكبر. بالفصل اليوم العباد الكل مضبيع تحط في مخها، سكر الباب نتاع اسكو هذا اليوم لازم ولا مش لازم. العباد تحط في مخها فكره برك اليوم باش نعدي جمعتين ولا 10 أيام في الدار، كيفاش باش نعديهم؟ هذي هذول يعاون الناس كل، يوقي الناس كل، يوقيوا رواحهم وسيرتو يوقيوا العباد الدايره بهم، على خاطر انت ما تضرش روحك برك، تخرج تضر روحك وتضر غيرك. جوستومون، وتضر حتى الناس العزيز عليك وناس القراب لك كيما اماتنا وبيتنا وجدودنا وحتى اولادنا الصغار. اليوم ما فما حتى حد، هذول اكبر نسبه نتاع العدد نتاع الناس المصابه اليوم بالمرض هذايا حسب اللي معناها لي ستاتستيك الاخرانيه، ما همش كبار في العمر برشا، نحكيوا على في 30 هكا ولا؟ هو المصابين هو يصيب الناس كل، معناها ماهوش حكر على عمر معين مصابين، لا يصيب الناس كل، اللي معناها وكان يسيبوها هكاك 80% تقريبا ولا 70% من العباد يمرضوا بالكورونا. بقينا اليوم الريسك يقولوا كبير نتاع الوفاه نتاع الانيماسيون عند العباد الكبار، اما هو مش صحيح، معناها اكبر النسبه عند العباد الكبار، اما الناس كل معرضه للخطر هذا. وذلك علاش مهم جدا ان نحترموا قواعد السلامه ونحترموا ان نقعدوا في ديارنا ونحترموا القرارات اللي تخرج فيها الدوله اليوم والبلاغات اللي قاعدين ناخذوا فيها. احنا كيما قلت دكتور اليوم مش نحكيوا على الجانب النفسي. الجانب النفسي مش عند العائله اللي ديجا في كونفينمون، احنا اليوم نحكيوا في الجانب النفسي عند المريض بالفيروس هذا. تو انت كيما تعرف عندنا حاله شفاء، عندنا مصاب، اول مصاب، اول حاله اصابه بفيروس الكورونا، امتثل الشفاء والحمد لله يا ربي وغادر المستشفى ولاباس. اما اليوم اسكو باش ينجم معناها نفسيته ماهيش باش تكون كيما من الاول، كيما اول ما بداه المرض، والا معناها باللي يكون ماهوش انسان عادي يتسمى توا هكا ولا؟ بعد ما مرض بالكورونا كان العبد اللي مرض بها وخرج منها هو الاغلبيه يرجع انسان عادي، ما عندوش ريسك لا باش يعدي الاخرين ولا عنده ريسك باش يعاود يتعدى من جديد. فديجا مرض به، دونك اللي مرض به وتعديت له السلامات نورمالمون ما عنده حتى ريسك، ما في حتى ريسك على الصحيح نتاعه. بقينا ديما ناكدوا احنا في الفيروس هذايا مادام مازال مش فاهمينه بالكدا، دونك ديما الناس كل ما بيها تاخذ احتياطها. اما اليوم اللي مثل خطر حقيقي مش اللي مرض من الكورونا وبرا منه، اللي مثل خطر حقيقي اللي قاعد هذاك في داره ولا يخرج، سيرتو اللي قاعد في داره مثل حتى خطر، اللي قاعد يخرج ومش في باله هو لاباس، هذاك هو الخطر زي ما غادي راه. صحيح. بعد الكورونا الواحد يمرض بها، الاغلبيه الساحقه معناها باش يتعدى لهم الفيروس هذا من غير حتى مشاكل، ما نجمش نبداو نهولوا احنا في الموضوع. بقينا فما نسبه مئويه اللي باش تستحق العلاج متقدم، وفما نسبه اللي ما نجموش يعرفوا شنو العلاج نتاعها زاد. تكون الحاله صعيبه شوي. دونك احنا اللي عملته الدوله هذا كل واحد، اللي عملته الدوله هذا كل باش ينقصوا الماكسيموم من نومبر نتاع العباد المرض. دونك يقول لك شد دارك على روحك وعلى غيرك. صحيح. اليوم يمرض بالكورونا ويخرج منها كما هذا الحمد لله في سوتا ولا اللي يشفاه منها معناتها اللي يشفى منها معناتها ما تختار سي بون. هو بالنسبه لي اكتسب مناعه هكا دكتور؟ اكتسب مناعه صحيح، اكتسب مناعه يصد الفيروس للفيروس هذا. احنا فما كلمه نسمعوها برشا المده هذه من عائلاتنا ولا منا نحن ولا معناها الشعب التونسي الكل براتيكمون يقول لك دفرمت من الكورونا. اسكو بالحق اليوم فما لا ديبرسيون من هالمرض هذايا؟ فما شكون ينجم تسيلو اون ديبرسيون من الحكايه هذيا من السيتواسيون اللي نحن عايشين فيها؟ لازمنا نتفاهموا في
نفهموا فيش معناها ديبريسيون. أي. اليوم صايرة ديبريسيون من كورونا. ديبريسيون مش معناها ديما حالة مرضية. ديبريسيون زوز أنواع. وقت اللي واحد يصير له فينومين جديد. قلقت شوية خاطر البرا يحكوا بالباب في البوليسية دونك ديجا حاجة باهية قاعدين يعلموا في العباد باش يشدوا جار. باهي. دونك نحيوا مع المجهودات اللي عملوا فيها. أكيد. دونك ديبريسيون فما زوز أنواع نتاع ديبريسيون. فما ديبريسيون مرضية. شنو هي الديبريسيون المرضية؟ واحد ما عاد عينه في شيء ما عاد حليله شيء فد من كل شيء يسكر على روحه يولي في عزلة يولي ما عادش يرقد مليح يولي يجي هذيا عادة ياما بسبب كبير ولا من غير حتى سبب وتصيب العباد وتقعد كما نقولوا احنا فترة متواصلة تاع جمعتين ولا أكثر العبد يولي فيهم في إنيبيسيون كاملة معناه يولي فريمون حتى ما عاد حليله حتى ما عاد عينه ما عاد كف على روحه ومنعزل على العالم. به هذه الديبريسيون اليوم الديبريسيون اللي راهو فيها ماشي هذيك اليوم الديبريسيون تعبت كان يعيش في وضعية يلقى روحه في عشية وضحاها لازم يشد داره لازم يركح على روحه ما عادش نجم يعمل بحرية الحاجات كان يعمل فيهم قبل دونك من الأول باش يتقلق ومش فيق بالوضعية من بعد يعمل كلمة ديبريسيون شنو هي ما عادش تخش عليه يلقى دي ديفيكولتي باش يتأقلم من جديد مع الوضعية يعمل احنا نسميوها ديبريسيفيتي كآبة صغيرة اللي هي عادية جدا اللي هي باش تقعد كما نقولوا نهار اثنين ثلاثة بعد باش يلقى نظام عيشة جديد وباش يدخل في منظومة نتاع عيشة جديد كان يحب هو في ساعة يدخل فيه منظومة هذيا مفروض به ينظم حياته مش هو يزيد يشد الدار من غير ما يعمل حتى شيء ويقعد ياكل ويشرب وكاو بي انت قلت ديبريسيفيتي دكتور هذه تصير لنا وقت اللي ما نجموش نتاقلموا مع الوضع والا يبدا عندنا وضع جديد صحيح في الفاز نتاع التأقلم فوالا في الفاز نتاع التأقلم دونك احنا ان شاء الله يا ربي الغمة هذه باش تنزيح وباش نرجع للحياة الطبيعية متاعنا اللي ديجا تأقلم بصعوبة في الوضع هذايا وخذاع الريتم نتاع الدار وخذاع الريتم نتاع الركشة في الدار دونك باش ترجع الحياة بعد المجراها وباش ترجع الناس تخدم والحركية باش ترجع في البلاد ما نجموش نتيحوا في نفس المشكل الانسان يلقى روحه في نفس الفاز هذه باش يعاود يتأقلم من جديد نجمو والله يعطيك الصحة اكزاكتومون هو نجمو نلقاو احنا زادا في حالة جديدة أما هذايا ما نجمش نونتيسيبي يعني تعرف علاش انت فا ديبوندر من كيفاش باش نعديو على المرحلة فوالا حتى وكان العباد احترمت ما صارولناش دي كاتاستروف عديت الأمور الكل قال بعض لاباس وضعية وكان في سيرونا وضعيات كبيرة والعباد مش تحترم ويبدو الناس الكل تهدي في بعضها وصلنا مشكلة في البيت بعد تولي حكاية أخرى دونك تفرق تفرق بين اسكو الكريز تعدوها من غير برشا مشاكل وإلا اسكو الكريز هذه توا باش نتعدوها واحنا عندنا مشاكل باش نتلاهوا بالمرضى باش نعالجوهم والقرار هذا في دينا نحن على خاطر نحن اللي نحكموا اذا كان الفيروس باش يتعدى ولا ماهوش باش يتعدى اذا كان نحترموا قواعد السلامه وقواعد الصحه اللي قاعدين يقولوا عليها توا في التلفزه ولا في الراديو ولا حتى في النقاط الصحفيه اللي قاعده تعلن عليها وزاره الصحه او وزاره الصحه دونك باش تتعدى بسلاسه بقدره ربي باقل الاضرار وباخف الاضرار اذا كان نحن باش نمشيو بالاستهتار اللي قاعدين نشوفوا فيه مالوغوزمون نتصور انه باش تكون صعيبه علينا بعد باش تكون صعيبه على الاخر شو الموضوع اخر من بعد اللي نقول لازم نفهم واش معناها واحد في دارو تقول في دارك شنو هي المغزى منها المغزى منها تقعد تراها كاين زوز ولا ثلاثه كعبات ولا كعبه اللي انت تعيش معاهم كلها واللي لازمينك في حياتك هذا هو البيت تخرج انت ترى ولد حومتك ولد حومتك يرى دارو ومن بعد هو واحد فيهم يرى واحد آخر من عائلة وفيه الموضوع معناها يبقى ما عملت حد شيء فهمتك معناها ساعات العباد يظهر لها ما قوش استهتار إن يقول يظهر لهم العباد ساعات اللي هو نقص كان يخرج ويمشي وقعد كان في الحومة كهو شوية حتى كي تقعد في الحومة كهو تنسب البصر الأمور ويخلينا بسهولة شوية صحيح هنا شد دارك وقت غادي شد ماذا بيك شد بلاستك وين انت كزوز ثلاثة اللي ترى فيهم تخرج منهم فوالا بي النصيحة الأخرانية دكتور من عندك أنت للناس اللي تسمع فينا نصيحة الأخرانية تعرف نصيحة الأولانية قبل الأخرانية شد من بعد هذيك لازم نصيحة الأخرين نعمل لهم راهو بريود تتعدى وراهو البريود هذه تنجم توحدنا على الأخر راهو من غير معناها من غير لغة خشبية أما رانا عملنا ديجا في تو في تاريخنا الحديث هذايا تو عملنا برشا حاجات اللي وقت اللي الشعب توحد وصلنا صحيح
نجم نعطيك الثورة، نجم نعطيك حكاية بن قردان والعباد كيفاش وقفت. أول العباد تنسى بتاتر من أول مرة نجم داعش توقف في بلاصة وقفت في بن قردان، ما صارت حتى بلاد أخرى قبل. راهو معناها العباد اللي توقف نجم تعمل صحيح. اليوم كل واحد كان يتحمل مسؤوليته من جهته، المسؤولية هي تشد ببوشتك وشحومتك دارك ببوشتك. كان تدخل أنت روحك شد روحك جميعتين هذوما، فانت عديو كريزة اللي تنجم تولي عندها دي زمبلور كبار على الأخر وتوفمة تلافز ويعرفوا صاري البر. واضح. تقليش حكاية إمكانيات، حكاية تضافر جهود، وراني نمن أنه نجمه نعمله مش من عدم، من ديزان من اللي عايشينه من 2011 لليوم. صحيح. فمن برش حاجات نجم يعملوهم التوانسة وقت اللي تبدأ بدين الشعب. وإذا كان نحطوا يدينا في دين بعضنا من غير ما نسلم. صحيح. نحطوا يدينا في بعض بالإنترنت. مرسي بوكو دكتور، يعطيك الصحة، إن شاء الله نهارك زين أنت زيدا، وإن شاء الله يا ربي تنزيح علينا هالغمة هذية. إن شاء الله نهارك طيب دكتور سهيل بنور، طبيب نفساني. هذية بتدخل الحاجات النفسية اللي نجم نعيشوها مع فيروس الكورونا. إما المهم أنه تكون عنا درجة من الوعي، المهم اليوم أن نحن نستحفظ على روحنا وحدنا، نحن نعرفوا كيفاش نشدوا بزمام الأمور، وكما قلنا نحطوا هدينا في دينا بعضنا، وبقدرة ربي تتعدى الأزمة هذية. الهدي القليل سمرة يا سميرتنا، هدي الموسيقى باش سمحينا مريم تتسويت على نجمة فهمت، وما تقعدوا معنا مواصلين مشوارنا حتى نص نهار.